ما سألتش نفسك ازاي طفل يقع في بير بعمق 9 ادوار ويفضل عايش؟ طب ماشي، هنعتبرها معجزة وحصلت من عند ربنا. طب اسألك السؤال من ناحية تانية، انت كشخص بالغ تقدر تقعد في عمق زي ده لمدة 5 ايام من غير اكل ولا شرب وانت رجلك مكسورة؟ ما لفتش نظرك ان الاعلام فضل 3 ايام متواصلة ما وروش حاجة غير الموضوع ده، مع ان في اطفال في كل مكان في سوريا والعراق ومخيمات اللاجئين في كل مكان بيحصل لهم اكتر من كده بكتير. اللي عايز اقوله لك بقى ان الطفل توفى اصلا من اول يوم. وفي رأي تاني بقى بيقول ان ما كانش في حاجة اصلا اسمها الطفل ريان وكل ده كان شو اعلامي. هتقولي بقى طب هما هيعملوا كل ده ليه يا عم الناصر؟ هقول لك روح كمل الفيديو انت عارف فين عشان مش هينفع هنا. جيت لي بقى، تعالى اديك المفيد. باختصار كده البروباجندا دي كلها معموله علشان يشرعوا قوانين جديده في الدول العربيه تمنع حفر الابار. عايزين بقى ان هم يعملوا ازمه اقتصاديه ضخمه في الماء والغذاء. طبعا بقى السدود اللي بنتها ايران وتركيا على نهري دجله والفرات هتحرم سوريا والعراق من الميه. ده غير ان كلنا عارفين ان هضبه الجولان اللي بينبع منها نهر الاردن تحت سيطره اسرائيل، وده غير بقى سد النهضه اللي اتبنى على نهر النيل اللي رايح لمصر والسودان. ولما كمان بقى الدول دي تمنع حفر الابار هتبقى الميه محتكره وهتبقى في ايد ناس معينه، ومن هنا بقى يبداوا يبيعوا ويشتروا في الدول العربيه زي ما هم عايزين. ولو مش مصدق كلامي هتلاقي في دول عربيه كتير قوي بعد الموضوع ده طلعت فعلا القوانين دي وبدات تمنع حفر الابار. سواء بقى الكلام ده صح او غلط فده التفسير المنطقي الوحيد بالنسبه لي، معرفش بقى بالنسبه لك انت ايه.